كابتن ماهر تجربة مفيدة. بالظبط يا ايمن، زي ما قلت هي المباريات الحبيه او المباريات التجريبيه بيبقى فيها يعني انواع كثيره جدا من الاستفاده. النهارده من ضمن الاستفادات اللي طبعا عشان نطمن، رقم واحد نطمن على المباراتين اللي جايين، نمره اثنين حته احراز الاهداف النهارده وظهور بعض اللعيبه الهدافين بالذات على المرمى، كان في توفيق بشكل كبير جدا. الجمل التكتيكيه معظمها كانت من الاطراف، شفنا كورسات العرضيه، شفنا التصويبات، شفنا العاب الهواء، ضرب كره بالراس، اشتراك اللاعبين الناشئين، وزي ما قلنا بيبقى مهم جدا انك انت تختار التوقيت المناسب لاشراك الناشئ. النهارده يعني كابتن سامي قمصان بدا باثنين لعيبه، احمد نبيل كوكا وزياد طارق، ثم الشوط الثاني بدا يدفع باللاعبين الاخرين. مظبوط. وقلنا ايمن ان رقم واحد ان اللعيبه ديت عايزه الناشئين بالذات هيلعبوا في وسط لعيبه عندها خبره. مزبوط. عشان يقدروا يبقى احسن نوع من التوازن، نوع من الثقه المتبادله بين الخبره وبين الدم الجديد. ايوه. الاهداف كمان النهارده وجود تسجيل الاهداف ادى ثقه طبعا للاعبين ان هم يقدروا يأدوا بشكل جيد. شفنا طبعا الشوط الثاني اشراك اللاعبين الاخرين، ومنهم طبعا وزي ما انت ذكرت كده ان في عندك محمد خليفه نصير واحمد سيد ومحمد فخري ومحمد اشرف، وشفنا محمد اشرف اللي انت بمتابعتك يا ايمن في خلال المباراه الحبيه او الرابطه، كاس الرابطه، ظهر محمد اشرف بصراحه من ضمن العناصر المميزه، خصوصا ان محمد اشرف ابننا بيلعب في المنتخب الاولمبي اللي هو بيمثل مصر في سن 2001، ودي من ضمن الحاجات ان مستر موسيماني كمان بدا يحط رؤيته الفنيه من خلالها. انك انت لو انت محتاج مكان في الباك رايت، فانت عندك ولدين مميزين، عندك شريف اللي موجود مع سموحه وده ابن من ابنائنا، ومحمد اشرف اللي موجود على قوه الفريق، ودول عنصرين انا شايف الفتره الجايه هيبقوا عنصرين مهمين جدا في تكوين الفريق او وجودهم مع الفريق الاول. طب مجرد سؤال يا كابتن، التوقيت المناسب للدفع بهؤلاء الناشئين زي ما قلنا يعني منها المباريات ديت يا ايمن اللي هي مباراه ما فيهاش تحت ضغط، ما فيهاش ستريس. لا ماشي، لا بس جينا دخلنا على مرحله الدوري والضغوط والمباريات المتتاليه، يبقى التوقيت ان انا اشرك الناشئ فيه اولا رقم واحد يبقى فيه ثبات في التشكيل، رقم اتنين تبقى انت كسبان بهدف وبهدفين عشان يبقى فيه ثقه للولد يقدر ينزل. ما اقدرش انا انزل ناشئ والدنيا وانا متعادل، او انزل ناشئ وانا خسران، فطبعا هتبقى مسؤوليه. ممكن انزل ناشئ من بدايه المباراه، ممكن ابدا بناشئ يعني حتى مباراه القمه تملي الاهلي والزمالك كانت تقول لك النهارده بالظبط هتصنع نجوم، فتلاقي مثلا مره شريف عبد المنعم ظهر لنا، اسامه عرابي، حشيش، يعني كمال كانت مباراه القمه بتظهر لنا مواهب كبيره جدا من قطاعات الناشئين. مظبوط. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتدي ثقه للاعب، لكن اكتر ثقه يا ايمن ان يبقى موجود خبرات موجوده تقدر تحط اللاعب تكلمه، خد بالك، ابدا السهل الاول، النهارده هتبقى انت افضل لعيب موجود. لان انا التجربه دي يا ايمن عشتها مع كباتن النادي الاهلي الكابتن حسن حمدي ومصطفى يونس لما بدات حياتي. لما طلعت عليهم هم اللي ادوني الثقه دي. يعني اول مباراه ليا كانت ميونخ جلادباخ سنه 76، الكابتن حسن حمدي قال لي يا ماهر النهارده انت هتبقى نجم المباراه. ابقى نجم المباراه ازاي وفي 130 الف متفرج اهلاوي بيتفرجوا، اللي يعرفوني منهم حوالي 200 300 واحد. فلكن خبره اللعيبه بقى والنجوم الكبار ازاي بيدوا لك الثقه ديت وازاي يدفعوا بيك. وبعدين كمان ايمن بلغه الكوره بيتمرمطوا، واخد بالك، عشان ما يحسسكش باي قصور، بيدافعوا بشكل كبير جدا وبيحاولوا ان هم اخطائك تقل، وبتفضل اول ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه، بعد كده تلاقي نفسك الامور مشيت بالنسبه لك سهله جدا. صحيح.